خويا عبد الرحمن، بغيناك تعاودينا على المشاكل اللي كطرا لكم هنا في مقبره الوالي صالح سيدي محمد بن سليمان. حنا كنسمعوا بلي انكم نتوما كتحفروا القبوره ولكن ما كتخلصوش، وحتى جهه من الجهات ديال بن سليمان انهم ما كيديروش لكم واحد الخلصه شهريه اللي غادي تقدر انها تمكنكم من العيش مع العائله ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله. الناس، أنا عبد الرحمن حبار القبورة ديال المقبرة ديال بن سيمان، وحنا في هذا اليوم رحنا كنحتاجوا بواحد الحاجة، بأن الناس اللي كيجيو يدفنوا هنا عائلاتهم كيجي يقبر يلقى الصندوق موجود، يلقى الكفن موجود، بعد كيدفن العائلة ديالو كيقول أسيدي راه كاين الرئيس ديال الجزيرة ديال إقليم بن سيمان كيقول لنا أسيدي ما تخلصوا تيري راه كلشي بابور. أنا الناس راه كل نهار كيعايرونا وكيعايرونا والدينا، ما يمكنناش حبار ديال القبورة يعيروا لي والديه وحنا كنستروا اموات المسلمين في هذا الزمان، لان هاد الناس اللي كيدفنوا والديهم ودفنوا صحابهم ودفنوا عائلاتهم، فاننا ماشي حبار قبورة ديال اقليم بن سليمان كيقولوا لي كيبداو يعيرونا في والدينا، وما يمكنناش حبار ديال المقبره ديال حبار القبورة في كل انحاء المغرب ما خاصهمش يعيروا لي والديهم. على حبار القبورة خاص يكون محترم ويكونوا الناس يتعاونوا معاه، حيت ما عندنا لا خلصه لا والو. واش دابا المجلس الجماعي او الرابطه او شي بلاصه ما داير لكم حتى خو ما داير لكم لا خلصه لا خلصه شهريه لا خلصه اسبوعيه؟ يعني الناس اللي كيجيو مع المحسنين، مع المحسنين، وحتى هاد المحسنين حتى هما اللي بعض اللي كيجيو مع المقبرات انهم اللي كيسمعوا مني كيسمعوا باللي ان الناس كتقول لكم ديك القضيه ديال باللي المقبره فابور، يعني ما كيقدروش يدوروا معاك. خويا كنجيو مع السبعه تاع الصباح وكنمشيو حتى العشره ديال الليل، كانت عندنا شي جنازه كنبقاو حتى 11 ديال الليل. دابا القبورة كنا كنوجدوهم بعد ولاو كيعاونوا لنا والدينا، دابا اللي عنده شي قبر يجي يحفر راسه. ولا الحاجة الأخرى أنهم هما ملي كيجي تبغوا تشوفوا تدفنوا كيقولوا لكم راه كلشي فابور. كلشي فابور، الرئيس ديال الإقليم بن سيمان كيقول مسيرة سيدي راه كلشي فابور. علي كتقول لي راه تعاون معنا، راه حنا كنخلصوا بعرقنا، ما عندنا حتى حاجة، لا حفرنا قبر عرقنا عليه أنا وهذاك راجل كبير عنده 120 عام. أنا وبا البالون، أنا عبد الرحمن وبا البالون 120 عام عدو. حنا لما حفرناش كنعرقوا لنا شويه على القبر، بعد كندفنوا باش ما سخا الله. فكاين بنادم اللي عارف حق تماره راه كيتعاون معانا، اللي ما عارف حق تماره راه كيعاير لنا والدينا، كيقول لك اسيدي انتوما شفاره، انتوما كتقروسوا الناس في هذه المقبره، هذا الشيء ما يمكنش. ولكن حنا اللي عارفين اخويا عبد الرحمن هو ان جميع المقبرات في المغرب انهم دايرين لهم خلصه اسبوعيه او خلصه شهريه، ولكن علاش المشكل انتوما الوحيدين اللي في المغرب ما داير لكم خلصه؟ ما خلينا مشينا عند العامل، ما خلينا كتبنا، ما خلينا درنا تليفونات ناس كاع عرفنا صغير وكبير هنا اقليم بن سليمان، اللي كتقول لي عبد الرحمن كيقول لك سيد الله عمره دار اي وقت كنجيو لا في الشتاء ولا في الصيف ولا ليلا ونهارا كيلقاونا حنا المقبره كيعيط عيا كنجي عندنا. ولكن بالنسبه للجمعيه اللي شاده المقبره واش كتخلصكم حتى حاجه؟ خلصناه، دايره قالت البلديه غادا تعطيهم واحد المنحه وما كاين لا منحه لا والو، هادشي اللي كنسمعوا. على ما اظن انهم هما كياخذوا المنحه ولكن هما ما دايرينش لكم خلصه شهريه. ما كايناش، قالت باقا ما شدينا والو. وشنو هي الرساله ديالك؟ الرساله ديالي كنطلب من ولاد بن سيمان صغير وكبير، لانه اللي عنده شي واحد عنده ميت يجي للمقبره، راه تا قبر ما بقى محفور حتى حيت ولاو كيعايروا فينا كيقول لنا سيدي كتخلصوا من البلديه، حنا ما كتخلصنا من البلديه لا والو. ما يمكنش حبار ديال القبور يعايروا لي والديه وحنا كندفنوا اموات المسلمين، هادشي ما خدامش لا مع الله ولا مع عبده. لو لا كان شي واحد عنده شي جنازه يجي يشوف شي واحد يحفر لي القبر ولا شي واحد من المسؤولين يجي يحفر لي القبر، حنا ما بقيناش كنحفروا قبور، حيت كنا نحفروا قبوره وكنبعدوا لها وكيعيروا كنلقاو الفل موجود، الصندوق موجود، الماء موجود، اللحد موجود، كل شيء موجود، بعد كنقول لهم خلصونا مع كتافنا ما كيعطونا حتى حاجه كيعيروا لنا والدين. ولكن اش من المخاطر اللي انتم كتعرضوا لها هنا في المقبره؟ صوتونا انا عديت شحال من تعدد تعدوا على الحفاره ديال القبوره، صوتونا كاع هرسوا لنا كاع سناننا كاع. على ما اظن سبق لك انت وقرص هذاك الشيء حناش شي عقرب شي حاجه. قرصتني حناش وعقرب. ولكن ما كتلقاوش شي مساعده من الناس ديك الساعه؟ يعني ما كاين ما دايره لكم هنا لا خلصه لا تامين لا حتى حاجه. يعني لا قرصاتك لا قرصك شي حاجه. انا صافي راه حنا كندوي على اي واحد في كل انحاء المغرب، حيت دابا في هاد كون كانوا الناس المسؤولين اللي مكلفين هنايا، عندنا الايامات اللي كانت كورونا الحفاره ديال القبور حنا تمحلنا، كنا ندفنوا الناس مع الوحدات ديال الليل، جوج ديال الليل
كتجي على بيناس الجنازه احنا ما داروا معنا والو، ما يمكنش الاوقاف ما دارت معنا والو، اوقاف المكلفه بالمقبره الناس اموات المرسلين ما دارت معنا والو. يعني اي واحد كيجي كيقول لكم سير حنا راه مصيفطنا فلان فلان مصيفطنا بركه سيدي فابور فابور البارح الجمعه راه سمعوا فينا الجمعه. واحد السؤال اخويا عبد الرحمن، بالنسبه للجنازات شحال تقريبا من الجنازه كتجي في الاسبوع؟ الاسبوع كتجي كاين بعد الجنازه بعد الاسبوع ما كتجي بيتها جنازه تصير على 15 يوم ولا 16 يوم. يعني في هذيك السيمانه انتم يوم. يعني انتم في هذيك السيمانه 20 يوم ما عندكم لا ما عندكم منين تخلصوا انتم يعني لوال. يعني زيرو درهم ديك الساعه. لا ما كاين حتى حاجه، كنجي هنايا كندير بويزات وندير العباد الله باش كندوي الماء على الوليدات. لا بان لقيت واحد هنا كيزور كندير لي بويزي ديال الماء. هادشي اللي كاين. بعدنا لخوت صلوات ورسالة ديالك للمجلس الجماعي والناس اللي شاده المقبره اش كتبغي تقول لهم؟ الناس اللي مسؤولين خاصهم يشوفوا عين الاعتبار لهاد الناس حفاره. البهلول راه عنده 120 عام وانا راه عبد الرحمن الحفار طبور كاع الناس كيعرفنا ولاد بن سيمان. خاص الناس اللي مسؤولين خاص يديروا معنا الحل، حنا عندنا الوليدات وعندنا عندنا امراض، عندنا بنادم راه عارف الزمن والاسعار هي غاليه، اي حاجه بتيتي لها الاسعار غاليه لما لا ما كاين حتى حاجه لا ما كاين حتى حاجه. لان المسؤول راه المسؤولين راه خاص يديروا لنا عشهريه عشهريه، واخا من المحسنين من المحسنين يجوا عندنا يديروا لنا شهريه للشهر، وعندهم تما ياخذوا شويه ديال الاجر مع الحفاره ديال القبور.